شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث عن إحدى الخطوط الفكرية التي انتعشت في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحكومة كانت تدعم ذلك الخط وكانت تؤيد ذلك الخط. هذا الخط انتعش في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وإلى الآن بعد مضي 1400 عام تقريبا هذا الخط بعد موجود. هنالك الملايين بل عشرات الملايين من هذه الأمة يتبعون هذا الخط، وهو خط أصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي؟ وقبل ذلك ماذا يعني هذا اللفظ؟ ماذا يعني الرأي؟ نحن عندنا أحكام عقلية قاطعة. العقل في بعض الحالات يحكم حكماً قاطعاً على شيء من الأشياء. متى يحكم؟ عندما ينكشف المعلوم لدى العالم انكشافاً تاماً. هنالك شيء يصطلح عليه في الحكمة الإلهية بالمعلوم بالذات. هذا المعلوم بالذات الذي يكشف عن المعلوم بالعرض، إذا انكشف لدى العالم انكشاف تام، انكشاف لا يشوبه إبهام، انكشاف لا يشوبه غموض، انكشاف لا يحتمل فيه الخلاف. في هذه الحالة تتولد
صفة القطع. هذا قاطع، وهذا عالم، وهذه حالة اليقين. علمنا بالبديهيات، علمنا بالأوليات، علمنا بالوجدانيات، علمنا بالفطريات، كلها من هذا القبيل. القضايا الرياضية مثلا يتولد بها القطع، 4 × 4 = 16. هذه قضية قطعية لا نحتمل فيها الخلاف. ما يمكن واحد يجي يشكك في يوم من الأيام أنه 4 × 4 = رقماً آخر، لا، هذه قضية قطعية. القضايا الوجدانية، القضايا الفطرية، القضايا الأولية، كلها من هذا القبيل. هذه الحالة الأولى، حالة القطع. هنالك حالة ثانية، وهذه الحالة الثانية هي حالة الظن. ماكو قطع بالموضوع، ماكو إلغاء لاحتمال الخلاف، لا، الطرف الآخر محتمل، وهذه هي حالة الظن. أنا أظن بهذا الشيء، وعلى قول الحاجي في منظومته يطوف بالليل فلان سارق، ولم يخالطنا فلان مارق. قضية ظنية، عندما واحد ما يحيط بمعادلات الشيء، ما يحيط بأبعاد الشيء، ما يكتنح حقيقة الشيء، يضطر إلى إطلاق حكم ظني. هذه حالة ثانية، وهي حالة الظن. نأتي إلى القضايا التشريعية، نأتي إلى حقل التشريع. ما هي المعادلات الحاكمة في مجال التشريع؟ نحن لا نعلم، لأن هذه المعادلات التي تحكم تشريع من التشريعات الإلهية مئات، ربما ألوف، ربما ملايين المعادلات تتداخل حتى تنتهي إلى تشريع واحد. أنا اللي ما عندي إحاطة بهذه المعادلات، أنا اللي ما عندي معرفة بهذه الأمور المتداخلة في صناعة هذا التشريع، شلون أسمح لنفسي أن أأتي وأبدي رأيي في الحلال والحرام؟ أنتوا الآن في أي مجمع، في أي مكان، إلا إذا حقيقة الأفراد المتقين حقيقة يؤمنون بالآخرة. الإيمان بالآخرة مو لفظ فقط. كان واحد من العلماء أصحاب كانوا يقولون عن هذا حقيقة مؤمن بالآخرة، مرجع تقليد، عالم كبير، حقيقة مؤمن بالآخرة، هو يكفيه هذا الوصف ويكفيه هذا النعت، حقيقة مؤمن بأنه أكو هنالك قبر، وأن هنالك سؤال، وأن هنالك حساب على كل كلمة. ليش قلت هذه الكلمة؟ بأي حق قلت هذه الكلمة؟ بأي حجة قلت هذه الكلمة؟ هالشكل واحد يتكلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنالك رقابة، رقابة الله ورقابة الملائكة،
ورقابة الكون يومئذ تحدث أخبارها. هذه الأرض تتكلم يوم القيامة، هذه الأرض التي أنتم قاعدون عليها سوف تأتي يوم القيامة وتشهد لكم بأنكم كنتم في هذا المكان في اليوم الفلاني. واحد اللي حقيقة يعتقد بالله ويعتقد باليوم الآخر، شلون يتكلم بدون ضوابط؟ شلون يتكلم بدون حجة؟ إحنا نحتاج إلى حجة. إذا الإمام قال الإمام حجة، أنا أتمكن أقول أنا لي حجة في يوم القيامة أن الإمام قال هذا الكلام. إذا مرجع التقليد قال كلاماً، أنا عندي حجة يوم القيامة، لماذا قلت هذا الكلام؟ تبعاً لمرجع التقليد، عندي حجة في يوم القيامة. لكن في كل مكان، في كثير من الديوانيات، أي مسألة فقهية تطرح، أي قضية من قضايا الأمة تطرح، وإذا يأتي هنالك فرد أو أفراد ويبدي رأيه في القضية، كيف تحتج أمام الله يوم القيامة؟ إني ظان، منتهى القضية، قاطع خوب ماكو. يجازف من يدعي القاطع، أنت الذي لا تعرف حقيقة الروح، كيف تحكم بحكم يتعلق بهذا الروح؟ إن تجيبوا الآن، إحنا عالم البدن اللي واضح عندنا، أكو مريض في غرفة العمليات يعاني من جلطة قلبية، الصدر مفتوح، يجيبوك تعال سوى عملية لهذا المريض، تعطي لنفسك الحق في ذلك؟ أنت اللي ما قاري هذا العلم كيف تقوم بذلك؟ أقل عمل، أقل غلطة يمكن أن تؤدي إلى وفاة هذا المريض. هذا طبيب يدرس 20 عام أكثر أقل، فينتهي إلى نتيجة، يقوم بعملية وتكون موفقة بإذن الله إن أذن الله في ذلك. لكن أنا اللي مو طبيب، إشلون أسمح لنفسي أن أقوم بهذه العملية؟ ما أتمكن. أنا اللي مو فقيه، أنا الذي لم أقضي في الحوزات العلمية 20 عام، أنا الذي لم يمنحني الله ملكة الاجتهاد، إشلون أبدي آرائي في كل قضية؟ قضية الحاج، قضية النكاح، قضية الطلاق، قضية الأحوال العامة، قضية الحرب، قضية عدم الحرب. هذه الكلمات يسأل عنها المكلف يوم القيامة. ذلك الرجل عندما جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، النعمان، وتعرفون من هو النعمان، الإمام الصادق صلوات الله عليه بحث معه وألزمه الحجة، فقال النعمان: إنني تائب مما أنا فيه، أنا لن أعود إلى الأحكام الظنية، رأي هالشكل أرى. فقال له الإمام الصادق صلوات الله عليه: كلا، إن حب الرئاسة غير تاركك، هذا الحب اللي موجود في قلبك لن يتركك في يوم من الأيام. وفعلا ما تركه هذا الحب إلى أن أورده ما أورده. مو فقط هذا الشخص كان في عهد الإمام الصادق النعمان، كثيرون كانوا في عهد الإمام الصادق فتحوا هذا الخط، مو طبعا فتحوا هذا الخط، هو من اليوم الأول الأوائل هم الذين فتحوا هذا الخط، خط الرأي وخط البدع وخط الاستحسان وخط القياس، من اليوم الأول الأوائل فتحوا هذا الخط. لكن في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه انتعش هذا الخط. يذكر هذا الرجل وهو قائد هذا الخط، يقول: جئت إلى حجام بمنى،
كان قد ذهب إلى الحج وجاء إلى حجام ليحلق رأسي. أول عمل من أعمال منى الرمي، رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك النحر أو الذبح، ثم ثالث أعمال منى يوم العيد الحلق، يحلق رأسه أو يقصر. فقال الحلاق: أدني ميامنك واستقبل القبلة وسم الله. هذه ثلاثة آداب تتعلق بالحلق. فتعلمت منه ثلاث خصال لم تكن عندي، هو هذا الرجل النعمان لم يكن يعرف هذه الآداب الثلاثة للحلق. فأعجب بهذا الحلاق الذي يعلم ما لم يعلمه هذا القائد. فقلت له: مملوك أنت أم حر؟ أنت حر أو عبد؟ فقال: مملوك، أنا عبد. قلت: لمن؟ أنت مملوك لمن؟ قال: لمولاي جعفر ابن محمد. نعم، حتى العبد في بيت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يكون أفقه من النعمان وأمثال النعمان. قلت: أشاهد هو أم غائب؟ الإمام الصادق موجود في منى أو مو موجود في منى؟ قال: شاهد، يعني موجود في منى. فصرت إلى بابه واستأذنت عليه، طلب الإذن من الإمام الصادق، فحجبني، يعني لم يسمح لي الإمام الصادق بأن أدخل عليه. وتمضي الرواية، أكو مقاطع ما أريد أقراها الآن، إلى أن يقول: دخلت على الإمام صلوات الله عليه فقال لي: قد بلغني أنك تقول بالقياس. القياس يعني أكو حكم شرعي، إحنا عندنا قضية ثانية لم يرد فيها حكم شرعي، نحن نقول هاي القضية تشبه هذه القضية، إذن هذه القضية مثل ذيك القضية، هذا يطلق عليه القياس، إثبات حكم لفرع قياسا على الأصل، اللي هذا موجود عند كثير من المسلمين الآن. قلت: نعم، أنا أقول بالقياس. قال: ويحك يا نعمان، أول من قاس إبليس. هذا أول من اتخذ عملية القياس حين أمره الله بالسجود لآدم، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين، والنار خير من الطين، فالمخلوق من النار خير من المخلوق من الطين. لاحظوا عملية القياس، لطيفة هذه العملية، يعني واحد عندما يعرض عليه هذا المنطق الشيطاني، منطق لطيف، النار أفضل من التراب، فالمخلوق من النار يعني إبليس أفضل من المخلوق من التراب يعني آدم، فأنا الأفضل، ليش أسجد للمفضول؟ هذا قياس. من قال لك أيها الشيطان إن النار أفضل من التراب؟ من قال لك؟ هل تعرف حقيقة العناصر التي خلق منها التراب وخلق منها النار؟ من أين تعرف؟ هذا أولاً. وثانياً، فرضنا أنه التراب مفضول والنار أفضل، من قال لك أن المخلوق من الأفضل أفضل والمخلوق من المفضول مفضول؟ من قال لك هذا الشيء؟ أول من قاس إبليس،
ثم التفت إليه الإمام صلوات الله عليه وقال له: يا نعمان، أيهما أكبر عندك؟ الدين إذا مربوط بعقولنا تفضل، القتل أو الزنا يهو أعظم؟ الآن نسأل أنفسنا، القتل أعظم عند الله أو الزنا؟ شنو؟ ما إلنا حق، إحنا ما إلنا حق نجاوب على هذا السؤال. بأي دليل تقول إن الزنا أعظم أو إن القتل أعظم؟ ما إلنا حق. أنت عندك حجة على هذه الكلمة التي تقولها؟ إذا ما تعلم قول ما أعلم. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، المرجع الأعلى للطائفة في عهده قبل 140 عام أو أكثر في هذه الحدود، عندما كان يسأل سؤال ما كان يواش يقول ما أعلم، حيل كان يقول لا أعلم، نمي دانم ما أعلم، حتى طلاب يتعلمون منه. في يوم من الأيام إذا قالوا لك شو يقول ما أعلم، منو قال لك أن القتل عند الله أعظم أو الزنا أعظم؟ قول ما أعلم. لكن النعمان قال القتل، القتل أعظم من الزنا. بأي دليل؟ ما إلى دليل، ظن. فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه: فلم جعل الله في القتل شاهدين وفي الزنا أربعة؟ إذا اثنين شاهدان عادلان شهدا عند الحاكم بالقتل، يأخذ القاتل المتعمد ويقتله، اثنين شاهدان. لكن في الزنا يحتاج إلى أربعة شهود. ليش؟ إذا القتل أعظم لازم يكون في القتل أربعة وفي الزنا اثنين. ليش القضية بالعكس؟ أينقاس لك هذا؟ هذا داخل في حيطة قياسك؟ ليش الشكل المعادلة انقلبت؟ فقال النعمان: لا ما أدري. طبعا الإمام الصادق في مكان آخر مذكور في البحار، هذا المجلد العاشر من البحار، يعلل ذلك، يقول أو يبين الحكمة في ذلك. أكو عندنا حكمة وأكو عندنا علة. يقول: لأن القتل شهادة على واحد والزنا شهادة على اثنين، لذلك في القتل اثنين كافي، لكن في الزنا لأنه شهادة على اثنين يحتاج إلى أربعة. قتل واحد مجرم، قتل واحد مظلوم بريء، إذن جريمة واحدة أكو، الجريمة الواحدة يكفي فيها شاهدان. لكن في الزنا جريمتان، جريمة من طرف الرجل وجريمة من طرف المرأة المطاوعة، فجريمتين، كل جريمة تحتاج إلى شاهدين، فيحتاج إلى أربعة شهود. ولكن أبا، ولكن ذلك الرجل يقول: أينقاس لك هذا؟ فقال النعمان: لا، هذا مو داخل في القياس. سأله الإمام الصادق صلوات الله عليه: أيهما أكبر، الصلاة أو الصيام؟ يا هو أهم، الصلاة أو الصوم؟ إذا واحد سألنا شنو نقول؟ الجواب: لا أعلم. إذا عندك حجة قل الحجة، إذا أكو رواية قل طبق الرواية. الرواية اللي تأخذها من الفقيه، مو تقول شفت فلان كتاب رواية، منو قال لك أن هاي الرواية صحيحة؟ الرواية تحتاج إلى جهات ثلاث: الصدور والظهور والجهة، ثلاث جهات لا يستطيع أن يحللها إلا فقيه جامع للشرائط. فحتى إذا شفت رواية في فلان كتاب ما تتمكن تقول أكو رواية، منو قال لك هذه الرواية صحيحة؟ الصدور والظهور والجهح، أيهما أكبر، الصلاة أو الصيام؟ فقال النعمان: الصلاة. فقال الإمام الصادق: فلما وجب على المرأة في أيام معذوريتها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
المرأة إذا كانت معذورة في أيام الصوم مصوم بعدين لازم تقضي، لكن إذا كانت معذورة بعدين ما لازم تقضي الصلاة. ليش؟ مع أن الصلاة أهم. أينقاس لك هذا؟ هذا داخل في القياس يجي بعقلك؟ فقال النعمان لا. طبعا الإمام الصادق جاوب على هذا في مكان آخر، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: الصلاة موجودة دائما، إذا المرأة لازم تقضي صلاتها، هي عندها 7 أيام صلاة مثلا وكل يوم عندها 5 صلوات، فربما يشق عليها، ولكن الصوم 30 يوم، 29 يوم في العام، فلا يشق عليها ذلك. ولكن قال له الإمام الصادق: أينقاس لك ذلك؟ فقال النعمان لا. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: فأيهما أضعف، الرجل أم المرأة؟ الرجل أضعف أو المرأة؟ طبعا الرجل أقوى من المرأة، هذا واضح، وحتى الكتب العلمية الحديثة تثبت هذا الشيء. القوة كمجموع مو في بعد من الأبعاد، ربما المرأة تكون أذكى من الرجل، مو الذكاء، القوة غير الذكاء. القوة كمجموع، القوة النفسية والقوة البدنية كمجموع، أيهما أضعف، الرجل أو المرأة؟ فقال النعمان: المرأة أضعف من الرجل. فقال الإمام الصادق: فلما جعل الله تعالى في الميراث للرجل 2 سهم وللمرأة 1 سهم؟ إذا واحد مات وترك ابنا وبنتا، وعنده نفرض 3000 دينار، الرجل نطيله 2000 يعني الابن، والبنت نعطيها 1000، طبعا إذا ماكو وارث في الرتبة الأولى، فقط وارث ابن وبنت. إذا واحد مات وترك 5 أولاد و5 بنات، شلون نقسم المال؟ انقسم المال إلى 15 قسم لهؤلاء الأولاد 10، نعطي لكل ذكر 2 ولكل أنثى 1 قسما. مثلا إذا ترك 1500 دينار نعطي لكل ولد 200 دينار ولكل بنت 100 دينار. الأضعف لازم يطول أكثر. المرأة إذا أضعف، فقيرين أكو، فقير أضعف وفقير أقوى، لمن تعطي أكثر؟ للفقير الأضعف تعطي أكثر. الله ليش خالف هذه القاعدة في هذا التشريع؟ أينقاس لك ذلك؟ هذا داخل في القياس. فقال لا. طبعا جوابا واضح أيضا، الإمام الصادق في مكان آخر أجاب عن هذا السؤال وقال: لأن الرجل هو المتكفل والمرأة متكفلة عادة. المرأة إما أن تكون بنتا، من يتكفلها؟ أبوها. وإما أن تكون زوجة، من يتكفلها عادة؟ هسه ما علينا بالشواذ، من يتكفلها؟ زوجها. وإما أن تكون أما، من يتكفلها؟ أولادها يتكفلوها. فالمكفول يكون طبعا نصيبه أقل، والكافل نصيبه يكون أكثر. فصحيح أنه أعطي للرجل 1 سهم وللمرأة 1 سهم. السؤال الأخير، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا واحد سرق 10 دراهم تقطع يده، طبعا أقل من 10 دراهم أيضا تقطع يده، ربع دينار، إذا واحد سرق ربع دينار ذهب بشروط، مو قوترة كل واحد يأخذه، شروط 1 و2 و3 و4 و5. الوالد في كتاب الفقه ذاكر 45 شرط لقطع يد السارق، 45 شرط في ربع دينار، يعني درهمين ونصف فضة،
الإمام قال له 10 دراهم، ما يخالف 10 دراهم أيضا تقطع إيده. وإذا قطع رجل يد رجل فعليه ديتها 5000 درهم، إذا يسرق 10 دراهم تقطع إيده، لكن دية هذه اليد إذا واحد قطع إيد واحد كم درهم؟ 5000 درهم، يعني 500 دينار ذهب. المعري أشكل هذا الإشكال، يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه الرضي أو المرتضى: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عندما كانت أمينة وديت ب500 دينار، وعندما خانت هانت. كانت أمينة فكانت ثمينة، وعندما خانت هانت. فقال النعمان، فقال الإمام: أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. يعني النعمان قال: لا. الدين مو بالعقول الظنية الناقصة، وكل كلمة من هذه الكلمات وراءها سؤال ووراءها حساب في يوم القيامة، إذا واحد يعتقد بيوم القيامة. وإذا واحد ما يعتقد بيوم القيامة فهو في حيل، أي شيء يريد يقول خليه يقول. نختم كلامنا بالقطعة الأخيرة. قال الإمام الصادق للنعمان: وقد بلغني أنك تفسر آية في كتاب الله، وهي قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شنو هذا النعيم؟ أنه الطعام الطيب والماء البارد في اليوم الحار. النعمان هالشكل كان يفسر الآية: النعيم يعني طعام طيب وماء بارد في الحر تسأل يوم القيامة. الإمام الصادق يسأل النعمان، قال له: هالشكل تفسر الآية؟ فقال النعمان: نعم. فقال الإمام الصادق: إذا رجل دعاك وأطعمك طعاما طيبا وسقاك ماء باردا ثم امتن عليك به، قال مو ذاك اليوم أنا عزمتك في بيتنا مو طيتك طعام طيب وماء بارد؟ هذا يفعله رجل كريم؟ أبدا لا يفعله رجل كريم. فكيف بالله تعالى وهو أكرم الأكرمين يحاسبنا يوم القيامة: ليش شربت الماء البارد؟ هذا منطق؟ أفيبخل الله تعالى؟ فتوقف النعمان. فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه عندما سأله النعمان: إذن ما هو هذا النعيم؟ فقال: النعيم حبنا أهل البيت. العلامة الحلي رحمة الله عليه، وإليه يعود الفخر في دخول إيران في خط أهل البيت دخولاً عمومياً، بطل هذا. هذا كان يريد يحقق قضية منزوحات البئر. إذا واحد عنده بئر، الآن ما عندنا آبار إحنا كثير، لكن قديم كثير كانت. إذا وقعت قطرة دم في البئر، شنو حكم هذه البئر؟ هل يجب أن تنزح 10 دلاء 20 دال 40 دال؟ كل البير لازم ينزح لو لا؟ طبعا عملية صعبة، الفتوى بوجوب النزح عملية مشكلة وصعبة. راد يحقق هذه المسألة، لاحظ الدقة. ففكر أنه أنا عندي بير في بيتي، لعلي إذا أردت أن أحقق هذه المسألة وجود هذا البئر يمنع الحيادة في الحكم. أخاف أقول أستخرج حكم صعب أنه يجب النزح، أقول النزح مو واجب محابات لي. فأمر بأن يطم ذلك البئر، أن تطم تلك البئر، قال طموها، راحت البئر. ثم حقق المسألة حتى يكون حكمه حكماً
حياديا، حتى شيء بسيط لا يأثر في هذا الحكم. هذه الكلمات التي نقولها كلها محاسب عليها عند الله، بالذات في الأحكام الشرعية، في القضايا الشرعية، في القضايا العامة. لا يحق لأي أحد، عالما كان أو جاهلا، رجلا كان أو امرأة، طالبا كان أو غير طالب، رجل من رجال الدين أو رجل من غير رجال الدين، أي واحد ليس له حق أن يفتي في أي شيء برأيه، وإنما يجب أن يستند إلى الحجة، والحجة في هذا العصر هو رأي الفقهاء المراجع المستند إلى رأي الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي